هوني ليك ليك تعال تعال بروح بدي اوه ايه ليك وينه روح اقعد فيه خذوا كل الاولاد ابطلوا لك اياه ما ادري الحق ايش حقي بزيت الدخان ما دقته لي ومال عدوني على لازقي شقوني كل شيء والله ما عرفت وين رايح بالدنيا كرشي ايه خذ البر حولك انت من الماي الطائفي سي هاي في سيارتين ثلاثه سي اي شقد عمرك والله ماني مدرخ والله قديم شوي بي عاش 106 سنين ايوه انت والله وانا ذي حوالي ال 60 70 انت عمرك 60 70 قد قد انا عمري 60 70 وينك انت وينك ولك والله قديم يا اخي انت سني ولا علوي؟ نعم سني ولا علوي؟ علوي لا والله علوي علوي نحن سنة ها؟ نحن ايه نحن سوار نحن سنة ولك يا ابن عمي على راسي هيا كلمة ولك هيا طلقة بكل الدنيا ما خيروا ايه وعلى كل حال لك أمشي شيء والله كليتنا مخاليق الله وكليتنا ما حد يخيرك حد يخير هلا لو جماعتك كم شو واحد مننا سألتك بالله بيتركوه ولا بيقوسوه والله الله قسلتني بالله ايه والله ابن يادم هذا كب مويد وجهه نحن لا تخاف ما رايحين نقتلك ها؟ ما رايحين نقتلك ولا رايحين نحكيك بتعرف ليه؟ لا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال لا تقتلوا شيخا كبير ولا طفلا صغير ولا امرأة والله هيك ديننا نحن دوين كان انتو شو؟ والله حضر جماعتنا ما حيفزينا يمكن من وين انت؟ شكرا من وين انت من وين والله من عين الجوزي من هون من عين الجوزي ايوه عين هذا البيت هون فاضي روح اقعد وفي اكل وفي شرب ولا تخاف واللي بيحكيك اذا حد يحكاك قل له انا ابو فراس تركني روح عمي روح هون امان قل له ابو فراس امني ما حد يحكيني والله على راسي انت وعائلتك وكل جريتك ايه الله يبارك روح عمي روح مشان اذا صار اشتباك ما تنصاب روح الله يبارك لك ليك الاواني ما بتنقتل اي واحد بيحكيك قل له ابو فراس امني ما حد يحكيني والله روح عمي روح هون مشان اذا صار اشتباك عادوني اذا صار اشتباك مشان ما احد يصيبك بالغلط روح عمي روح رجال كبير رجال كبير انت الله يبارك فيك روح عمي روح شكرا كل كنزوق على راسي روح عمي روح انت لا بنت لا كبيرة اذا بتريد من فضلك نبدل حقلي شوي لا لا ما في اشتباكات هلا نحن وياهم